هسه كان هذا اليوم بهشام المشيشي لان نتصور لانه بتاعهم لانه انسان خوصة في ايديهم طبق لهم في الاوامر اللي يحبوا عليهم. ما تعرف عنا 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 في العقلية التونسية كل واحد يحبوا حيط قد ويداته. ابو حيط هكا قد ويداته احبوا قد ويداته يتحكموا فيه لانه لا عنده حزب لا عنده كتلة مقطوع من شجرة كيما تقول امي معناها. يحبوا حيط مقطوع من شجرة اليوم يسمى الشوشي يساعدهم ما يمشي يجيب واحد يتغول عليهم ما يساعدهمش. وانا ما عنديش مشكلة مع هشام المشيشي ما نعرفوش. انا بالنسبة لي انا اليوم نشوف ايش عمل. احنا موريتانيا عندها التلقيح واحنا ما عندناش. ما عندناش. اليوم يتعاركوا شكون انقذ حياة التونسي في قطر سميان خارق العادة. اما اخوي انقذوا ارواح الالاف التوانسة. ما ثماش تلقيح. اليوم بلاد شاعلة على الخضرة جاي من برا. على بالك معناها البصل جاي من برا تو في تونس تسمع به هاك عندنا قالت معناها فلاحة في ملولش الفلاحة. الناس تبزع في الحليب. شفت بزعوا في الحليب قاعد تبزع الحليب في حين نستوردوا في الحليب. اليوم أزمة أزمات متعددة سي لامباس. إيه فاش تستناو راهو الشعوب نهار تلات جوا راهو ما عاد يوقع حتى شيء راهو سي ليكسبلوزيون. اما تقعد مع بعض وتحلونا وتحلون المشاكل الحقيقيه نتاع البلاد يا اخي بربي العركه في البرلمان تعرف علاش تعركين على 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 ملف الصحه على ملف التعليم على ملف الفلاحه علاش متعركين يقولون متعركين على حاجه واحده ورجعنا يكلموا يتهموا في بعضهم واحد يقول له انت نتاع كذركا وانت نتاع قطر وانت نتاع الامارات وانت بيك وريك هذاك هذاك المشهد الكراكوزي اللي عندنا في البرلمان اريتون سا